تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. خرقت قوات النظام السوري اتفاق خفض التوتر في ريف دمشق مجددا، حيث استهدفت محاور حي جوبر وبلدة عين ترمة شرق العاصمة دمشق بعشرات من صواريخ أرض أرض. وقال ناشطون إن قوات النظام قامت باستهداف محاور حي جوبر وبلدة عين ترمة في أول أيام العيد ب34 صاروخ أرض أرض وبقذائف المدفعية والصواريخ، ما أدى إلى دمار كبير في المنازل والأحياء السكنية. أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن قافلة تضم مقاتلين من تنظيم داعش وأفراد أسرهم ما زالت في الصحراء السورية بعدما عادت أدراجها من الحدود العراقية. وأضاف التحالف أنه طلب من روسيا إبلاغ النظام بأنه لا يسمح للقافلة التي تتألف من 17 حافلة بمواصلة التحرك شرقا صوب الحدود العراقية. دمرت مقاتلات قوات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لميليشيا الحوثي وصالح في محافظة حجة شمالي اليمن. ورصدت طائرات قوات التحالف المنصة في منطقة ريفية تقع بين مديرية حيران ومديرية حرض المحاذية للحدود السعودية، وأدت تلك الضربات أيضا إلى تدمير آليات حربية للميليشيات. تعرض أكثر من 2600 منزل للحرق في مناطق شمال غربي ميانمار التي يشكل الروهينجا أغلب سكانها الأسبوع الماضي. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي حللت صورا عبر الأقمار الصناعية وروايات الروهينجا الفارين إلى بنغلاديش، قالت إن قوات الأمن في ميانمار أضرمت النيران عمدا. التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عددا كبيرا من القادة العسكريين خلال فعاليات مؤتمر تعقده السلطات الكورية أثارت صور الزعيم الكوري الشمالي التي نشرتها وسائل إعلام رسمية مخاوف من أن يتمكن من أن يمكن أن تكون تمهيدا لإجراء تجربة نووية سادسة تتحدث عنها تقارير صحفية منذ أيام. أقرت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير عقار مايلوتراج الذي أنتجته شركة فايزر لعلاج سرطان الدم النخاعي الحاد بعد أن جرى سحبه من الأسواق في عام 2010. وتم السماح بالدواء لعلاج بالغين جرى تشخيص حالاتهم حديثا بالإصابة بسرطان الدم النخاعي والأورام التي تنتج المادة CD33، وكذلك المرضى البالغين من العمر عامين أو أكبر الذين تعرضوا لانتكاسة أو لم يستجيبوا للعلاج الأولي. نهاية الموجز، في أمان الله.